عندي كم سؤال على السريع لنايف ولا هي اول شيء عشان ما تدخل عليها. الله خليك. طيب ماشي. انت الاول. لحظه ليديز فيرست. طيب زهره اعطونا شويه موسيقى ابو عدنان تبع الرعب. الو راحوا خلاص يلا بقى. طيب اسمه نعم ام لا؟ ماشي زهره. ماشي. هل انت سعيده؟ نعم. هل تزوجتي عن حب؟ جدا نعم. هل بتخافي من بكره؟ لا. هل ممكن بيوم تتركي الفن كرمال العيله؟ لا. لا. هل ندمتي على فرصه ضائعه؟ لا. هل تثقي بالناس لدرجه مفرطه؟ لا. حذره طبعا جدا. والله في عمل تمنيتي تشتغليه؟ هل في عمل يعني مسلسل او فيلم تمنيتي تشتغليه؟ لحد الان لا. لا. هل انت واثقه من نفسك دائما؟ ايه. وحتى اذا لست واثقه من نفسي امثل انه انا واثقه. والله ما اعطي فرصه لنفسي. واثقه من نفسيها قوي. طيب بس الجواب نعم. نعم ام لا؟ نعم. هل تجاملي من اجل العمل؟ لا ابدا. هل طعنتي من صديقه في يوم؟ نعم. ايوه. هل لها اسم؟ شيماء. حطوا لنا شيماء يا شباب. لا شيماء صديقتي المقربه. لا. سمعتي لي الموسيقى من وائل حباب؟ ميرسي. هل ممكن تتعايشي مع رجل غيور؟ ايه. ايه نعم. جوزك غيور؟ ايه. هل بتهمك عدد الفولورز واللايكات؟ نو. لا نو. لا. هل تبكي؟ ايه. امتى اخر مره بكيتي؟ صار مده والله يعني صار يمكن قبل شهر. قبل شهر ما مده ما عم يبكيها. هل المال اساس للسعاده؟ لا. هل بتخافي من الاسئله على الهواء؟ لا. هل تتمني تستقري بدوله عربيه؟ تمنيت استقر بالعراق واستقريت. طيب هل الشهره حلوه؟ نعم. هل عندك خطه بديله في الحياه؟ نعم. هل ممكن تشجعي اولادك على العمل بالفن؟ نعم. هل بتحسي ان مواهبك لسه ما حدا اكتشفها؟ نعم. كلها اكتشفوا مواهبي. اي نعم. هل انت عصبيه؟ جدا نعم. هل انت رومانسيه؟ لا. العمش العمش. حقيقة. شنو هذه؟ هذه شنو هذا يا با؟ شنو هذا يا با؟ عراقية وماكو رومانس. العراق كله الفن العراقي رومانسي. في البداية حب. طلعت التونسي تبع السيدات ما شاء الله سيداتهم أوايا. هل أنت عنيدة؟ أي نعم. هل كذبتي في أي إجابة؟ لا. نايف لو فيك تغير شيء فيك شو ممكن يكون؟ كده باغتني هجمه مرتده. باغتني شو اللي باغتني؟ اعطيني جواب عسل. شفت اجرب اغير في نفسي. ايه في شيء فيك يا اخي خصله فيك ما حلوه ما شاء الله عندك خصله كثير ما حلوه. نقي لي وحده. نقي لي وحده. قرار الزواج. قرار الزواج. قرار الزواج مدام. قرار الزواج هي اول برغي على الهواء. لو صح لك ثلاث نجوم سعوديين. لا منفصل. لحظه. لو صح لك ثلاث نجوم سعوديين يكونوا معك بفيلم وثائقي مين راح يكونوا؟ واحد ياسر قحطاني. اثنين محمد نور. ثلاثه محمد سعيد عوران. طيب لو معك ثلاث كروت حمر لمين بتعطيهم؟ واحد التعصب الرياضي. اثنين او اثنين المرافقين. ثلاثه زهراء بن ميم شانه هالأغطى هذا. يلا لو رجع فيك الزمن لورا تجربة بحياتك بتلغيها شو هي؟ زواج. لا 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 لا. طلاق. لا ده كتير. لا بالعكس. أعطينا واحدة. قرار توقيع لنادي مستحيل أقول اسمه. أوكي. لو فيك تسافر للفضاء أي كوكب تختار؟ زمردة. هو ما أعرف. هو ما أعرف هذا من الطفولة. أعطوني الكاميرا. ما في إلا هو. اعطوني الكاميرا. امبارح عنا ضيف قلنا له غني شاب مامي ام شان غنى للشاب خالد قلنا له غني جزائري غنى عراقي. الاخ بده يروح على كوكب اسمه زمرد. هذا اللي هلا في بنايه بدبي انا كنت ساكن فيها اسمها زمرد. بس هذا كوكب زمرد والله اعلم. اول مره يعني كوكب زمرد. اول مره نوصل الى عاشور. لا 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 يمكن بعدنا ما اكتشفنا. وانت تفوقت على عبد العزيز تغيثر باذن الله. كوكب زمردة لو سمحتوا بجوجل تدورونا بجوز مشهور بلا مشهور كوكب كنو برايك اي واحد قصده زمردة؟ والله اني لا هو زحل ولا هو ما اعرف هو حتى لا 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 بس انا راح ادافع عنك وراح انقذك اسكت ادعمني ادعمني يمكن بعدهم ما اكتشفوا هذا الكوكب. بجوز. طيب ايه؟ اسمع لو طلع لك مارد الامم قال لك شبيك لبيك يا نايف عبدك بين ايديك ثلاث امنيات واحد
يا ربي يا ربي. فلوس كثير. اوكي اثنين بقى. الله الله يتم عليك. لعبتها واحترفت ومعك غارف غرف زيت الخير خيران. غارف الخير اثنين ما ابدا. ايه الصحه والعافيه دائما. ايه هيك جاب الصحه والعافيه. نعم. والثالثه الثالثه اتمنى ان شاء الله القى زوجه صالحه يعني قدام. والله المخرج عارف. والله المخرج عارف. والله المخرج عارف. لو كنت رئيس نادي الاتحاد اول ثلاث قرارات تاخذهم واحد رئيس النادي الاتحاد. ايه يعني واحد لا تعطيني الاسئله. اي اعرف الاسئله مصطفى الاغا قاعد انا. رئيس نادي الاتحاد واحد. هذا الموضوع مهم بالنسبه لي. ايه واحد. طيب روح بعدين نرجع. طيب ماشي. لو صح لك آلة زمن تسافر لورا ولا لقدام؟ انا يعني للماضي ولا للمستقبل؟ المستقبل صراحه. المستقبل. الماضي ما بده اياه. لو ما كنت لاعب كره شو كان ممكن تكون؟ كنت اتمنى اكون طيار. طيار. كلمه لاهلك اول مره بيسمعوها شو هي؟ احبكم دائما. اول مره بيسمعوها. اول مره يسمعوها. اول مره بيسمعوها. اعرف لكم بقى شيء. اول مره يسمعوها. اول مره. اول مره. لو كنت رئيس لنادي الاتحاد اول ثلاث قرارات يا امور. يلا واحد. فكر اني حانسى انا مع اني انا نساي. انساي. يلا قول. بركز كثير على المحترفين. اثنين على حاله يعني. عدم المجامله. ثلاثه. عدم المبالغه في الضخ المالي اللي ما منه اي فائده. عدم المبالغه في الضخ المالي الذي ما منه فائده. ما شاء الله دخلنا بالنحوي. وبس رح ندور هلا رح نروح على فاصل ندور على الكوكب زمرد اذا حصلناه مشان نعرف كوكب وين. وراجعين باذن الله. يلا.